والنصر لجيش مصر. القاهرة والناس تؤكد تأييدها لقواتنا المسلحة في سيناء 2018، عملية المواجهة الشاملة ضد الإرهاب، ونشرة إخبارية جديدة. إليكم أبرز العناوين: تدمير 60 هدفاً والقضاء على 12 إرهابياً، المصريون في صدارة النفير العام للحرب، الرئيس على واشنطن إعادة إحياء عملية السلام، اليونان تتهم تركيا بانتهاك السيادة القبرصية. وإليكم تفاصيل النشرة. تحيا مصر. فقد أعلنت القيادة العامة لقوات مسلحة البيان الخامس بشأن المواجهة الشاملة ضد الإرهاب، فاستمراراً للعملية الشاملة سيناء 2018 أسفرت العملية حتى الآن على النجاحات الآتية: رصد وتدمير 60 هدفاً للعناصر الإرهابية، القضاء على 12 فرداً من العناصر التكفيرية المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران، القبض على 92 من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، ضبط وتدمير والتحفظ على 20 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتها الإجرامية لترويع المواطنين، اكتشاف وتفجير 23 عبوة ناسفة تم زرعها بمناطق العمليات، واستمراراً لنجاحات القوات الجوية في فرض سيادة الدولة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، فقد تمكنت من إحباط عملية تهريب بأسلحة وذخائر إلى البلاد عبر الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وذلك من خلال استهداف وتدمير 4 عربات محملة بالأسلحة والذخائر ومقتل العناصر الإرهابية القائمة على أعمال تهريب، فيما استمرت القوات البحرية في إحكام الحصار والسيطرة على منطقة الساحل. هذا وأعد موقع جي أف بي لتصنيف القوى العسكرية العالمية تقريراً حول أكثر الشعوب العربية تعداداً من حيث عدد الأفراد القادرين على المساعدة بالمجهود الحربي في حالة النفير العام للحرب، ويعتبر عدد الأفراد القادرين على المساعدة بالمجهود الحربي في حالات الحرب من أهم العوامل المساعدة على الانتصار. تصدرت مصر قائمة الشعوب العربية الأكثر عدداً من حيث الاستعداد للمشاركة بالمجهود الحربي في حالة النفير العام، وذلك وفق آخر الإحصائيات خلال عام 2016 برقم يزيد عن 35 مليون مواطن. على واشنطن إعادة إحياء ودفع عملية السلام، هذا ما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكية. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن وزير الخارجية الأمريكي في زيارته الأولى الرسمية للقاهرة نقل إلى الرئيس تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً على ما تمثل مصر من شريك هام للولايات المتحدة وما يجمعهما من علاقات ممتدة تحرص أمريكا على تعزيزها وتطويرها، ومؤكداً على وقوف بلاده إلى جانب مصر والتزامها بدعمها في حربها ضد الإرهاب، فيما أكد الرئيس على ما يربط بين البلدين من علاقات استراتيجية راسخة، مستعرضاً الجهود التي تقوم بها مصر حالياً لمكافحة الإرهاب بشكل شامل والقضاء عليه، وذلك بالتوازن مع مساعي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منوهاً إلى تطلع مصر لتطوير التعاون الاقتصادي بين الدولتين وزيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر. وغير بعيد من السواحل المصرية، اتهمت وزارة الخارجية اليونانية اليوم الاثنين تركيا بانتهاك حقوق السيادة القبرصية في بحر إيجا الشرقية عقب يوم من تحذير تركيا لقبرص حول عمليات التنقيب عن الغاز أو النفط التي تقوم بها الحكومة القبرصية في منطقتها الاقتصادية الخاصة. وحثت الخارجية اليونانية تركيا على الامتناع عن القيام بأنشطة أخرى غير مشروعة والانصياع لكافة الالتزامات المنبثقة عن القانون الدولي، وحذرت من أن يكون السلوك التركي لا يفيدها كدولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، مشيدة بموقف نيقوسيا الهادئ والرصين قائلة إنها أكدت على دورها كداعمة للاستقرار في المنطقة. هذا وتواصل السفن الحربية التركية عرقلة منصة الحفر القبرصية من الوصول إلى موقعها، حيث تقوم شركة الطاقة الإيطالية إيني بالتنقيب عن الغاز.
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بتأييد حكم الإعدام على أحمد سعيد الصنباطي المتهم بقتل القس سمعان شحاتة بالمرج في أكتوبر الماضي، بعدما أحالت المحكمة أوراق في ثاني جلسات محاكمته إلى فضيلة المفتي، واتهمت النيابة الصنباطي بقتل القس سمعان شحاتة عمدا مع سبق الإصرار والترصد بمنطقة المرج، وأعد لذلك سلاح أبيض وتربص له، وعندما شاهده باغته بعدة طعنات وضربات بأنحاء متفرقة من جسده فلفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة إصاباته. وضد فتاوى أعداء الفرح، أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بعيد الحب الفالنتاين يجوز ولا مانع في الشرع يحرم الاحتفال به مثله كباقي المناسبات الاجتماعية التي يختارها الأشخاص للاحتفال بشيء معين، على أن لا يتم في الاحتفال أي نوع من الأشياء التي تخالف الشرع أو تخالف الدين، مع إظهار المشاعر في الإطار الشرعي بمظاهر وإجراءات من التهادي والكلمة اللطيفة. نشرة انتهت، إلى اللقاء في نشرات أخرى بإذن الله.